عن السينما والهوية وصناعة الوعي. اليوم نستكمل حوارنا حول أحوال السينما المصرية مع واحد من صناعها البارزين الذين قدموا لنا أجمل إنتاجها من الثمانينيات وحتى الآن، مع المصور السينمائي الكبير الدكتور محسن أحمد. صناعة السينما والتلفزيون أعتقد أنها منحة وهبة من ربنا لمصر. فكرة التصوير في الشوارع هل ما زالت قائمة في بلدنا؟ مصر بلد حلوة قوي، ولكنها مظلومة في الشكل اللي بتطلع بيه على الشاشة. الفن يقتل الفن اللي قبله. لا أعتقد، بس هي دي سمة العصر. عن السينما، عن دورها في صناعة الوعي، عن هموم الجيل الجديد من السينمائيين، وعن أحوال الاستوديوهات، ولماذا اختفت أعمال كبار السينمائيين من الشاشة. حوار جديد في حديث العرب من مصر غداً 7 مساء على قناة مصر الأولى.